السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتعلم انه شلون ننشئ بروجكت باستخدام HTML 5. طبعا احنا قلنا المفروض ننزل اي اديتور احنا نستخدمه. طبعا انا نزلت الفيجوال ستوديو كود اللي راح نمشي عليه. هذا طبعا بعد ما تفتح الضغط عن الملف بعد تحميله اجي هنا اقول له كليك كيمن سنت تو ديسكتوب. طبعا راح يظهر عندي على الديسكتوب هذا هو الفيجوال ستوديو مع الجوجل كروم اللي احنا راح نستخدمه حتى اقدر انفذ به البرنامج. لو اجي افتح برنامج في فيجوال ستوديو كود راح يفتح لي هذا الشكل. اذا طبعا لو نرجع للموقع اللي قلنا راح نمشي عليه راح نبدا بال HTML editors اللي هو راح يعلمنا شلون ننشئ بروجكت. طبعا حتى ننشئ بروجكت المفروض اكون اول شيء فولدر بهذا الشكل. مثلا انا راح اسوي ويب سايت، سمي هذا الفولدر ويب سايت. تمام، راح اجي ارجع على فيجوال ستوديو اقول له اوبن فولدر او من فايل اختار اوبن فولدر او كنترول شيفت او راح اختار الويب سايت مالت اللي انشئته سيلكت فولدر. طبعا هنا راح يطلب ابديت من عندي اقول له لتر. طبعا هنا انفتح عندي الويب سايت. لو نلاحظ هنا مجرد ما اخلي المؤشر راح يقول لي ويب سايت. اذا انا حاليا داخل ملف او داخل فولدر الويب سايت. المفروض انشئ اول ملف منه اقول له نيو فايل او من فايل اختار نيو فايل، بعدها اقول له سيف از، وراح ينحفظ هذا الملف تلقائيا راح ينحفظ بالفولدر ويب سايت. الملف حتى يكون اكتب بلغة HTML المفروض الامتداد مال تشي يكون ما يكون TXT، المفروض يكون بهذا الشكل HTML واقول له سيف. اذا لو نلاحظ تلقائيا ظهر لي علامة ال HTML 5 في الملف. ليش؟ لان امتداد HTML اذا كان الامتداد .txt اذا ما راح ينفذ عندي. I don't show again. طبعا هنا بالبداية حتى انا اكتب كود HTML 5 المفروض اذكر النوع الدوك تايب. اذا دوك تايب HTML اي بمعنى انه انا راح اكتب كود HTML 5. انزل لي جوا قلنا انه اللغة ال HTML هي عبارة عن تاغات. تمام، كل تاغ افتحه المفروض اغلقه وعدي تاغات احادية مثل هذا التاغ ما يحتاج غلق. بس مثل داك تاغ ال HTML الرئيسي راح اكتب HTML هذا تاغ ال HTML الرئيسي HTML بهذا الشكل المفروض اغلقه. اذا شلون اغلقه؟ مجرد ما اضيف علامة السلاش. اذا صار عندي HTML فتحته وغلقته. هذا هو التاغ الرئيسي للغة ال HTML. داخل شنو راح يكون؟ راح يكون عندي التايتل والبودي. بالنسبة للتايتل بهذا الشكل مجرد ما اكتب تايتل اذا صار عندي فتح وغلق. وعندي ايضا البودي راح اكتب بودي. اذا بهذا الشكل فتح تاغ البودي او غلقته. تاغ التايتل، تاغ التايتل دائما يصير داخل تاغ الهيد. اجي اكتب هيد اخذ التايتل كوبي خليه داخل تاغ الهيد. اذا عند ال HTML افتحه واغلقه، عندي داخل التاغ الهيد وداخل الهيد اللي هو التايتل راح يكون، وعندي البودي اللي هو محتوى الصفحة. طيب هنا لو اقول له كنترول اس احفظه، او الافضل انه من فايل اختار اوتو سيف حتى كل ما اكتب الكود مباشرة هو راح ينحفظ عندي. طبعا احتمال عندكم انه من تكتبون مثلا HTML او تكتبون بودي ما راح تظهر لكم بدي بهذا الشكل مجرد ما اضغط انتر راح ينفذ لي. لا، هنا نضيف بعض الاختصارات في فيجوال ستوديو فممكن تكتبوها بهذا الشكل. تكتبون يعني تاج الفتح وتكتب بدي تلقائيا بيدك. تمام، هسه ننفذ هذه الصفحه. شلون ننفذها؟ اروح على الفولدر مالت الويب سايت اقول له تنفيذ. لاحظوا ان الصفحه تنفذت لي هذا المسار مال الصفحه، قال له انه موجوده بالفولدر ويب سايت، وهذا اسم الملف. تمام، اسم الملف انا ما غيرته مجرد خليت امتداد دوت
HTML. اقدر اغير الملف اسوي مثلا اسمه index، راح يتغير عندي هذا هنا. لو اجي اغير اسم الملف خليه index، اقول له انتر، نلاحظ هنا بس اسوي رفرش ما راح تتنفذ عند الصفحة، يقول لي لا يوجد هكذا ملف. لو اجي اغيره اسوي index دوت html نفذت. لاحظ انه حاليا ما عندي تايتل، تايتل لا يوجد، ومحتوى ايضا لا يوجد. لو اجي اخلي تايتل اكتب هنا التايتل مثلا ويب سايت عراق بهذا الشكل. من اجي اسوي رفرش للصفحة او هنا اخذنا فايل سيف، تمام. لو نلاحظ هنا الملف بالويب سايت انشئ لي اندكس جديد، اندكس هو HTML ملف جديد، فالمفروض امسح الملف القديم او اجي اخذ الكود مالته كوبي بيست، لان غيرت تسميته. المفروض انه ادخل وغير تسميته، اقول لك كليك ايمن ورينيم، فراح اخليه بالاندكس هو HTML. هذا جاني نفسه، الغي هذا الملف واحذفه بالنسبة لهذا الملف، اقول له ديليت ديليت، تمام. هنا لو اجي اكتب التايتل قلنا انه ويب سايت عراق هذا الشكل، سوي لك انتر سيف، واجي هنا اسوي له رفرش. لاحظ العنوان تغير عندي، صار ويب سايت عراق. طبعا تعلمنا حاليا كيفية انشاء الملف باستخدام الفولدر داخل ملف index.html وكيفية كتابة كود الHTML بداخله. طبعا هاي جدا ضرورية نكتب توك تايب HTML حتى يتعرف المتصفح على انه هذا كود HTML. طبعا نقدر نستخدم الجماعة اللي يستخدمون سبلايم، نفس الخطوات راح تكون، مجرد راح اجي من فايل اختار open folder، ايضا اختار الفولدر اللي نشأت اني الويب سايت، ولا select folder راح يظهر عندي بهذا الشكل نفس الملف، اقدر افتحه فتح عندي، واقدر اكتب هنا ويب سايت. حاليا لو غير بي ويب سايت 2 اقول له فايل سيف، واروح على المتصفح انفذ، لاحظ ويب سايت عراق 2. طبعا سبلايم جدا سهل بكتابة الHTML، لكن ما يدعم اللغة العربية، لو اكتب باللغة العربية ما راح يدعمها بهذا الشكل. صحيح هو راح ينفذ هنا، راح يكتب لي كلمة عليك، بس بالإديتور ما راح يدعمها بهذا الشكل، راح تظهر عندي الحروف. فنستخدم الفيجوال ستوديو كود افضل يكون لنا. حاليا الفيديو الاول انتهى، عرفنا شلون نكون ملف HTML. ان شاء الله بالفيديو الثاني راح نبدأ ننفذ أكواد الـ HTML.